حينا زارنا في المريض برفق قال لنا ليس هنالك ما يخيف نحن الخير بطبعنا لا نرضى ظلم الضعيف لا يحيا بيننا إلا الإنسان الشريف مرة في حينا زارنا في المريض برفق قال لنا ليس هنالك ما يخيف نحن الخير بطبعنا لا نرضى ظلم الضعيف لا يحيا بيننا إلا الإنسان الشريف بابا رفي ذكي النبي بابا رفي ذكي النبي وعالم الأطفال عالم جميل عالم الأطفال عالم جميل بالأخلاق الفاضلة بالمحبة بالأمل نسمو ننتصر على المصاعب بالعمل بادروا دوما إلى الاعتذار عن الزلل لا ترفضوا خجلا ضحكنا قلنا أجل بالأخلاق الفاضلة بالمحبة بالأمل نسمو ننتصر على المصاعب بالعمل بادروا دوما إلى الاعتذار عن الزمن لا ترفضوا خجلا ضحكنا قلنا أجل بابا رفي ذكي النبي بابا رفي ذكي النبي وعالم الأطفال عالم جميل عالم الأطفال عالم جميل